بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. مبدئيا وقبل اي حاجه، انا كنت متوقع فوز فرنسا على منتخب المانيا، وبعد الهدف الاول اللي تم احرازه عن طريق مات هومز في مرماه في الدقيقه 20 كنت متوقع ان منتخب المانيا مش هيقدر يرجع في الجيم، وكان الموضوع بالنسبه لي خساره. لو انتم مشجعين منتخب المانيا المتعصبين فمعلش هتزعل معايا في الفيديو ده، اما لو انت من مشجعين منتخب فرنسا المتفائلين جدا بالفريق وقوه الفريق فاهلا بيك يا صديقي. ليه بقى؟ انا كنت شايف ان منتخب المانيا صعب ان هو يرجع في النتيجه بعد ما لبسوا هدف في الدقيقه 20، برغم ان كان في 70 دقيقه. هكلمك هشرح لك، صعب ان انا اقول لك كلمتين وما برهلكش عليهم، عيب. بص يا صديقي، منتخب فرنسا من بعد رجوع كريم بنزيما قرروا ان هم يرجعوا في خططهم. فكره ال 4 4 2 دي ما بقتش متاحه دلوقتي، وانطوان جريزمان على طرف ومبابي على طرف، لا لا لا، احنا محتاجين نغير كده في التكتيك ونلعب بال 4 3 2 1 4 3 2 1 بول بوجبا وانجولو كانتي وادريان رابيو، هنبني عليهم الخطه بنسبه كبيره جدا دفاعيا وهجوميا، وتحتيهم بافارد ولوكاس هرنانديز وكيمبيمبي وفران، وقدامهم طبعا متفقين ان في مبابي و كريم بنزيما. كريم بنزيما ومبابي بيعتمدوا اعتماد كلي على خط النص في الامدادات الهجوميه والاداء اللي بيأديه بول بوجبا والمستوى الثابت اللي هو بيأديه مع منتخب فرنسا. ليه بول بوجبا بيكون مع منتخب فرنسا حاجه ومع مانشستر يونايتد حاجه ثانيه؟ الاجابه بسيطه، نقوله كانت نقوله كانت لعيب بيأمنك دفاعيا، فلو حبيت تعمل واجبات هجوميه ولو حبيت كمان ان انت تحاول ان انت تكون لعيب بيعمل سروهات وبيعمل باصات كتير للامام، وقتها ما تقلقش لان مكانك هيكون مغطيه نجولو كانتي اللعيب صاحب الثلاث رايات. اما كمان المكان اللي هيسيبه نجولو كانتي هيروح يغطيه ادريان رابيو، لان ادريان رابيو ونجولو كانتي مهمين جدا في الحاله الدفاعيه، علشان ما ينفعش تسيب فاران وكيمبيمبي لوحدهم، دول قادرين لوحدهم ان هم يغرقوك ويخلوك تغني ظلموه. وطبعا ديدلي شام موضوع الاداء وسكس فوتبول ده، الراجل قرر ان الاداء مش بيعيش، البطولات والانجازات هي اللي بتعيش، فمش مهم بقى ان احنا نجيب البطولات والانجازات ازاي، المهم بالنسبه لنا ان احنا نطلع في الجيم كسبانين وان احنا نصعد، ده الحاجه الراجل مقتنع بيها. فحته ان احنا نمسك كوره ومن اول دقيقه بنحاول ان احنا نسجل والكلام ده، انا كل طريقتي اساسا بعتمد فيها على الهجمات المرتده وعلى امبابي، وزي ما قلت لك لو بوجبا طلع لقدام علشان خاطر يعمل سرعات بنغطيه باللعيبه اللي موجوده في نص الملعب، ولو كمان نجولو كانتي قرر ان هو يعمل ادوار هجوميه بتلاقي ان في ادريان رابيو بيحاول ان هو يغطيهم هما الاثنين على قد ما يقدر، ومع التقدمات اللي بيعملها الخط الدفاع علشان خاطر ما نسيبش مساحات. نوعا ما شغل كويس، والفرقه كمجموعه عارفه تاديه وعارفه كويس قوي ان ده المطلوب مننا، والراجل نوعا ما بيطلبش منهم شغل كتير جدا هجوميا ودفاعيا، ومش عايز انا دبابات، لا انا عايز لعيبه على هادي كده تعرف تدافع، ونوعا ما بيكونوا بيعملوا ادوار هجوميه كده على الخفيف، لان احنا زي ما قلنا الخطه كلها دفاعيه. اما الناحيه الثانيه بقى، فمنتخب المانيا عنده مشكله كبيره جدا، ودي من نوعيه الفرق اللي بيحب يلعب قدامها ديدي شامب قوي، الفريق الكذاب اللي هو يحب الاستحواذ على الكوره ويحب ان انا امسك الكوره ويحب ان احنا نبدا من تحت وان الكوره تعدي على نص الملعب، وكمان نحاول ان احنا ايه يا دوبك يعني نلعب كده ورا الباكات للهاف اللي معانا اللي هو مفترض ان كاي هافرتز على طرف وتوماس مولر على طرف في 3 4 2 1 اللي لعب بيها النهارده السيد يواكيم لوف، مع اني ما كنتش فاهم ليه بتلعب 3 4 2 1، يعني لما اخذ توني كروس وجندوجان ما يساعدوكش ان انت تلعب ب 3 4 2 1، لان الاثنين دول الارتداد بتاعهم بطيء جدا، وانت الناحيه الثانيه قدامك كيليان امبابي اللي هو انت متنيل ليه؟ يعني مش كفايه ان في هوملز وفي روديجر الاثنين موجودين ورا، وكمان حاطط كروس وحاطط جندوجان اللي هم عندك اربعه بطاء نوعا ما، السريع فيهم الوحيد اللي هو ممكن يكون فيه رمق شويه روديجر، اما جنتر فجنتر مش هيقدر يجاري امبابي، مش حتى لو سريع مش هيقدر يجاري امبابي، الموضوع بالنسبه له هيكون صعب جدا. فانت كده رميت روديجر في ناحيه كريم بنزيما ورميت جنتر في ناحيه امبابي، فعندك مشكله كبيره جدا. ليه؟ لان الزلزال اللي هيجيلك من العمق اللي كنا بنتكلم عليها بول بوجبا ونجولو كانتي هتجيلك على اثنين اساسا ادوارهم الدفاعيه مش جيده، ما بيعرفوش يعملوها، اللي هم جندوجان وكروس. حتى كمان روبن جوسنان كان عنده مشكله كبيره جدا ان هو الراجل مش قادر يجاري منتخب فرنسا، فكره ان انت واحده من الماتشات اللي انت بتلعبها دوليه ما عندكش سجل دولي كتير وانت ما عندكش خبرات، فانت نازل الملعب عندك مشكله وبتعاني ان انت بتلعب قدام منتخب فرنسا ابطال العالم، عندك رهبه وعندك خوف وعندك كمان فريق مش واقف على رجليه، فانت عندك مشكله كبيره جدا، لان انت حتى الهجمات المرتده لوكاس هرنانديز و بافارد مش بيطلعوا كتير، فانت مش عندك مشكله كمنتخب المانيا ان انت الهجمات المرتده هتعاني فيها. حتى كمان عدم البدايه تيمو فيرنر مشكله، حتى البدايه بكاي هافرتس كطرف مشكله، كاي هافرتس مش بيعرف يعملها، فكان عندك مشكله كبيره جدا ما بين خط النص وخط الهجوم، كان فيه فدان وكان فيه مساحه كبيره جدا. لبست الهدف الاول بقت مضطر ان انت تهاجم،
رجع منتخب فرنسا يدافع لك بال 4 5 1، او كمان التغيير ما بين 4 5 1 وال 4 4 2، امبابي وكريم بنزيما واقفين على خط واحد، وتحتهم انطوان جريزمان بينزل في نص الملعب علشان خاطر نص الملعب يبقى فيه زيادات، وانطوان جريزمان بينزل مع بول بوجبا وينزل مع ادريان رابي ونجولو كانتي يعمل وجبات دفاعيه. وخلاص بقى احنا هنطول، اي حد يا جماعه معاه كوره طول امبابي في فدان سرعه كده هيقدر ان هو يعدي جنتر. فالموضوع كان واضح ان بعد الهدف الاول خلاص منتخب المانيا مش هيقدر يعمل اي حاجه. طب هتلعب كروسات من على الطرف؟ لا عندك مشكله. ليه؟ لان الاسترايكر بتاعك بطيء. هتقول لي توماس مولر موجود وفاران وكيمبيبي خربين بيوت؟ اه خربين بيوت، بس انت برضه ما قدرتش ان انت تروح على المرمى، ما قدرتش ان انت تخلق فرص. اون تارجت هنا شايتين واحده وهنا ثلاثه. الثلاثة دول اللي هم الثلاث أهداف اللي هم بالمناسبة يعني اللي هم حتى لما منتخب ألمانيا قرر إن هو يهاجم ديشامب قال لهم أنت جيت على حجري، لعبنا الهجمات المرتدة سجلنا هدفين، الاثنين للأسف طلعوا أوفسايدات علشان خاطر تأخر بس ثانيتين ثلاثة في الباص اللي طلع من الرجل في واحدة بول بوجبا، المروحة اللي عملها دي أخرت الكورة. فلو بصم مرة واحدة لمبابي كان ممكن إن هم يسجلوا هدف صحيح. علشان كده منتخب فرنسا ده منتخب بالنسبه له مثالي جدا، منتخب المانيا ان هو يواجهه. ليه؟ انت جيت على حجري، بتحب تمسك الكرة امسكها، بتحب ان انت تستحوذ؟ ما بحبوش، انا ما بحبش انا استحواذ ده، ما بحبش انا ان احنا نحط الكرة في رجلنا ده. انا عندي نص ملعب جيد هيقدر ان هو يساند هجوميا بوجبا وكمان رابيو وكانتي هيشيلهم دفاعيا، وعندي كمان دول يقدروا ان هم يرجعوا ورا لما نعمل ستاره دفاعيه، يقدروا ان هم يغطوا الكارث اللي هيعملها فران واللي هيعملها كيمبيمبي. يعني نص ملعبي هو اللي شايلني، وبلغه الكوره اللي عنده نص ملعب كويس هو اللي بيطلع كسبان. انما تقول لي عندي جندوجان وعندي توني كروس، على عيني وعلى راسي الاثنين دول هجوميا، بس دفاعيا الاثنين دول ما يقدروش ان هم يستخلصوا لك الكوره بسرعه من لعيبه فرنسا. علشان كده منتخب المانيا بالنسبه لي ولا لحظه كان مرشح ان هو يرجع في النتيجه، حتى لما غير وقرر ان هو ينزل فيرنر وينزل فولاد اللي انا مش عارف ده انضم المنتخب ازاي. قلت خلاص الفريق ده لو قعد يلعب لحد بكره الصبح الموضوع بالنسبه له هيكون صعب ان هو يرجع في النتيجه. ليه؟ لان الكوره دي فن مش عن فكره ان انت تحاول ترجع في النتيجه بلعيبه عندك فيهم مشكله، ان انت اللي عارف تلعب على الاطراف ولا عارف تلعب كرات عرضيه، فانت ترجع في النتيجه ازاي يا صديقي؟ الموضوع هيبقى بالنسبه لك صعب جدا انك ترجع، الا بقى لو ربنا كرمك وخدت فاول او خدت ضربه جزاء وقدرت ان انت تسجلها، بس ده اللحظه المتاح ليك كمنتخب انك ترجع في النتيجه. غير كده لو قعدت تلعب للصبح الموضوع كان هيبقى بالنسبه لك صعب. ليه؟ لان انت شايف ان منتخب فرنسا هو قتيل دفاعيا، مش هنعمل حاجه غير ان احنا نرجع ندافع، ولما رجعنا ندافع ونلعب على المرتدات وسرعات وانطلاقات امبابي والله ما حد قدنا، واللي يقرب مننا نقول له عمنا. ليه؟ لان امبابي خلاص اديله في السريع هتلاقيه طياره. شفت الانطلاقه اللي كانت ما بينه وبين هومز؟ اه الراجل قطعها من هومز وقدر ان هو يخترق ويخش، بس هومز عمل تاكلنج عالمي علشان خاطر الخبرات احيانا بتغطي كتير جدا على السرعة القليلة، بتغطي على الإرهاق الجسدي، بتغطي على حاجات كتير. بس لما تلاقي إن أنت عندك لعيبة عندهم إرهاق وعندهم سن ومعدل أعمار كبير، ما تقولش إنك تقدر تقول إن أنت تجاري فيهم. منتخب زي فرنسا بيستمتع بإن هو يقضيها سرعات واحد لواحد. عرفت ليه يا صديقي أنا كنت بقول لك إن منتخب ألمانيا بالنسبة له المباراة دي كانت صعبة، وبالنسبة لمنتخب فرنسا كانت مباراة نوعا ما مقبولة وفي المتناول؟ آه لو فهمت بعمل لايك، لو ما فهمتش لسه فمعلش يعني اعمل ديسلايك وتقول كده اي راي في الكومنتات ايجابي او سلبي، معلش ده طرف اخوي معلش. اما لو كملت لحد هنا ما انت صاحبه وصديق وشق والله يابا.